ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا البيت الجديد، يلا نفتح. يلا نفتح بقى. معانا دي كمان، ودي انا دي كمان، ودي نجيب بتاع نجيب بالون أو حاجة كده بالدخان أو الدوس هذا الشيء ودي الحوض والحاجات بتاعتك ودي بتاع البلوك والكتباك ودي بتاع
هي الأرضية لأول الكنوسة الكنوسة ورفن الشمس يلا تكنس تكنس كده خلصنا هنروح نجيب الشوكة عشان نحط هنا مية دبانية مش سعيد حط فيه البتاعة هي تمسك بقى وبعد ما نظفت الأرض هتروح تعمل الأكل طبق طبق معلقة وكوباية وشاي وسكر لازم كده نتفرج وكده هي خلصت الأكل شاي الطبق تكون جايبة دلوقتي الطبق الأكل وهي جابت طبق هتحط الأكل وجابت طبق عشان تحط الأكل تقولي حاجات لصراحتك خليك تعمل الأكل حاجتك حطت أول أكل واحدة بعد حطها نعم سنيو عايزة تاكل تاني وبعد كده هنجيب الشن شن هو ده طبق الوسط نجيب اول حاجة الكوباية شن ومعلقة ونجيب شوية سكر وتحط ميل شوية سكر وتحط ميل شوية سكر وتحط ميل ودخل بقل وتحط بس وشوية سكر وتحط ميل وكده خلصنا خلص السكر ونشوي ونقوم حط الشاي على النار
ويموت يكسر فأنستو الموت ندخل الموت والأم كيبين كتاهم يقوم كده ونسوق في حسين كتعمل نسوق الأم حطين في طفق وبعد كده أكمل الحمام ثم أملك حمام متشف خلص الحمام المايت خدع وبعدها أكمل الحمام ولك صدر مع السلام العليم